وزير الخارجية السعودي يؤكد مع نظيره الأمريكي على التزامهما بإنهاء الصراع في السودان، والولايات المتحدة ترفض شروط دمشق بشأن نقل المساعدات. اتصال جديد استعرض خلاله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الجمعة في 14 يوليو أن بلينكن تحدث مع فيصل بن فرحان بهدف مناقشة جملة من القضايا الثنائية والإقليمية. البلدان أكدا خلال الاتصال الهاتفي على التزامهما المشترك بإنهاء الصراع الذي وصفوه بالمدمر في السودان، على أن تتم تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب. وفي هذا الصدد، كانت الحكومة السودانية قد رحبت بنتائج قمة دول الجوار التي تم عقدها في العاصمة المصرية القاهرة بهدف تسوية الأزمة بصورة سلمية. إلى ذلك، أكدت الحكومة حرصها على العمل مع جميع الأطراف الساعية لوقف العمليات العسكرية ولعودة الأمن والطمأنينة إلى ربوع البلاد، ولكن شرط أن تلتزم قوات الدعم السريع بالتوقف عن الأعمال التخريبية وفقاً لوصفها. الحكومة شددت أيضاً على ضرورة بدء حوار سياسي بعد توقف الحرب فوراً، بهدف تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين. مجلس السيادة الانتقالي السوداني خص المملكة العربية السعودية بالشكر على سعيها المتواصل من خلال منبر جدة وحوارها مع الولايات المتحدة لوقف الصراع وإنهاء معاناة السودانيين. وفي سياق آخر، أكدت الأمم المتحدة في بيان لها أن شروط دمشق التي جاءت في رسالتها رداً على نقل المساعدات عبر الحدود غير مقبولة. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ذكر الشرطين اللذين وضعتهما سوريا لاستخدام المعبر الواقع بينها وبين تركيا، وعبر عن قلقه إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات مصنفة بالإرهابية وحيال الإشراف على عملياته من جانب منظمات أخرى. يذكر أن دمشق كانت قد أعلنت أنها ستسمح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا لمدة 6 أشهر بهدف إيصال مساعدات إنسانية حيوية لملايين يعيشون في مناطق المعارضة، لكنها وضعت شروطاً تم رفضها.